ايه افضل نوع بوتاجاز ممكن اشتريه؟ سؤال بيتكرر بشكل مستمر عندي في القناة. انصحك تتابع معايا الفيديو للنهاية عشان هعرفك افضل انواع البوتاجازات في 2024، وايه هي المعايير اللي المفروض تختار بيها البوتاجاز، وكمان هنرشح افضل الشركات اللي ممكن تشتري منها وعلى حسب ميزانيتك او على حسب امكانياتك. السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ قبل ما تشتري البوتاجاز ايا كان النوع اللي هتشتريه، في مواصفات لازم تكون موجوده في البوتاجاز. ديت هتكون قاعده اساسيه بالنسبه لك وانت بتشتري اي نوع بوتاجاز، تبقى انت عامله حسابك في المواصفات ديت، والمواصفات دي هتكون على جميع الفئات السعريه اللي ممكن تكون موجوده وعلى حسب ميزانيتك. يعني لو انت هتدوري على مثلا ميزانيه، لو انت معاكي ميزانيه قليله او وسط او ميزانيه عاليه، او بتدوري على شركه محلي او شركه مستورد، ايا كان المواصفات دي لازم تكون موجوده. لو انت بتشتري ب 5000 المفروض تكون موجوده ب 10 ب 20000 ب 30000 على حسب زي ما انت عايزه. اختاري بالمواصفات دي، يعني دي هتخليها قاعده اساسيه هتمشي عليها وانت بتشتري البوتاجاز، وده هنعرفه دلوقتي حالا في المواصفات اللي هقول لك عليها. رقم واحد، ودي نقطه مهمه لازم تركزي فيها وانت بتختاري البوتاجاز قبل ما تشتري، اختاري الشركه. طب تختاري الشركه ازاي؟ او بمعنى ايه؟ مش بمعنى ان انا بقول لك اختار الشركه تقول لي طب انا بسالك ليه، او انا بسال ليه اختار انه نوع، ما انا مش عارفه النوع اللي هشتريه. لا، انا ما اقصدش. لما تيجي تركزي على الشركه، تركزي على شركه تكون معروفه في السوق، ده اول حاجه، وتكون ليها خدمه ما بعد البيع وقطع غيارها متوفره. يعني ما نروحش نجيب من شركه لسه نازله السوق جديد، مش معروفه، اسمها مش معروف او مش منتشره، بمجرد ان هي عامله مثلا دعايه كويسه، او ان هي البوتاجاز بتاعها فيه كماليات اكتر او من الحاجات دي. فما ندورش على الحاجات اللي هي الجديده ديت الا اذا كان لقيت حد مجربها فعلا وبيشكر فيها، او لقيت اراء الناس فيها كويسه. فدايما لما تيجي تشتري وانت مش عارفه، اشتري شركه معروفه. يعني الشركات اللي هي المعروفه اللي هنتكلم بعد كده فيهم، واحنا هنرشح في الشركات في نهايه الفيديو. فلما تشتري، اشتري شركه معروفه يكون لها خدمه ما بعد البيع، تعرفي تراجعيهم، يبقى فيها ضمان، تعرفي تكلمي الضمان يجي لك لو في لا قدر الله اي حاجه او اي اعطال او ايا كان، تقدر ان انت تلاقي حاجة تراجعيها. فدي نقطة ضرورية لازم تركزي فيها. ما تدوريش على الشركات الجديدة، وما تدوريش على الشكل، ما تدوريش على الكماليات الزيادة على الفاضي. ودلوقتي هنعرف بقى المواصفات الاساسية اللي انت لازم تختاريها. رقم 2، برضو من الحاجات المهمة، وهي انك لما تختاري البوتاجاز اختاري الامان الكامل. بمعنى ايه الامان الكامل؟ بمعنى ان البوتاجاز يكون فيه صمام امان، اللي هو بيكون على شكل نحاسي، ده بيكون في العيون من فوق، في المسطح في العيون من فوق، وبيكون في الفرن من تحت. يعني الشعلة اللي فوق بيكون فيها صمام امان، قدام منها صمام امان، والشعلة اللي تحت نفس الكلام بيكون معاها صمام الامان بتاعها. وفي العيون من فوق، سواء كان البوتاجاز 4 عيون او 5 عيون او ايا كان، هتلاقي جنب كل عين صمام الامان بتاعه بيكون بالشكل النحاسي، الشريط النحاسي ده. طب ليه بنقول صمام الامان وايه فايدته؟ فايدة صمام الأمان إن هو لما تكوني شغالة مثلا على العيون فوق مثلا، وجيت عندك النار طفت لسبب من الأسباب، سواء مثلا على سبيل المثال كنت حاطة لبن، اللبن فار نزل على العين، النار طفت. طبعا النار لما بتطفي، صمام الأمان ده فايدته إيه؟ فايدته إن هو بيدي أمر لمفتاح التشغيل بتاع العين إن هو يفصل الغاز، بحيث إن هو يمنع عليكي تسريب الغاز، يعني العين ما تفضلش تسرب غاز لوحدها والنار طافية. ده فايدة صمام الأمان. كذلك في الفرن، لو أنت الشعلة في الفرن مثلا، سواء اللي كانت اللي فوق أو اللي تحت، الشعلة بتاعتها طفت لأي سبب برضه من الأسباب، برضه صمام الأمان بيبدأ إن هو يفصل الغاز أوتوماتيك، بحيث إن الفرن أو البوتاجاز ما يفضلش يسرب غاز. وممكن برضه في السطح من فوق بتاع البوتاجاز، لو أنت نسيت المفتاح مثلا مفتوح، أنت طافية النار ونسيت المفتاح مفتوح عشان بيسرب غاز، فصمام الامان برضه فايدته ان هو جاي قافل الغاز اوتوماتيك، بحيث ان هو ما يفضلش يسحب عليك الغاز. ودي من النقط المهمه والضروريه ان يكون البوتاجاز فيه صمام امان. طب لو لقيت البوتاجاز من فوق السطح فيه جنب كل عين صمام امان، وما لقيتيش في الفرن، تعرف ان ده مش صمام امان كامل، او ده مش امان كامل في الفرن، او العكس، ممكن تلاقي في الفرن صمام الامان وفي السطح من فوق ما فيش، العيون ما فيهاش، العيون من غير صمام، ده برضه تعرف ان هو بيسموه زي نص امان. فانت دايما اختاري الامان الكامل، يعني الصمام الامان هيكون موجود في العيون من فوق، وهيكون موجود في الشعله في الفرن من تحت. رقم 2، وهي الستيل بتاع السطح.
لما تيجي تختاري في البوتاجاز تختاري الستيل اللي يكون محمل. بمعنى ايه محمل او تعرفيه ازاي؟ لما تيجي تضغطي على الستيل بايديكي كده هتلاقي الستيل، لو هتلاقيه بيلب تحت ايديكي كده او طاري تحت ايديكي كده، تعرفي ان الخامه بتاعته مش كويسه او مش نظيفه. فلما تيجي تختاري تلاقي الستيل يكون محمل، ما ينزلش تحت ايديكي كده، ويكون ستيل نظيف. طب تعرفيه ازاي؟ او تساليني انا ما اعرفش اعرفه ازاي ستيل كويس او لا، انا بشوفه محمل بس ما اعرفش اذا كان نظيف ولا لا. طيب الستيل، عشان تختبر الستيل وتعرفي جودته او خامته كويسه ولا لا، ممكن تجربيه بمغناطيس. ازاي؟ لو حطيت المغناطيس على الستيل بتاع الفرن، وبالغالب بيكون السطح، يعني معظم البوتاجازات بيكون السطح نفسه من فوق اللي هو بتاع العيون هو اللي بيكون ستيل، وهتلاقي اللجنات بتاعت الفران بتكون صاج، وفي منها بيكون ستيل بس الغالب بيكون صاج. طيب اهم حاجه انا عندي الستيل اللي فوق اللي هو بتاع العيون عشان الاستخدام كتير يتحمل معايا، فبتجربيه بالمغناطيس. لو حطيت المغناطيس لو لزق في الستيل ده تعرف ان ده مش ستيل صافي، يعني بيكون مثلا مخلط صاج فيه حديد، فما بيكونش جودته ستيل صافي. طب لو المغناطيس ما لزقش فيه، ده بيكون الستيل بتاعه نظيف، يعني مجرد ان المغناطيس ما يمسكش فيه ده الستيل بتاعه بيكون نظيف، وده بيكون افضل نوع في الستيل ممكن تختاريه. رقم 3 هي الحوامل بتاعة البوتاجاز. انت عندك 3 انواع حوامل في السوق، موجودين في السوق، موجودين في الانواع، وهم يعتبروا ان منتشرين. اول نوع عندي وهو الحديد اللي بيكون خفيف وبيكون ناعم. ده الحديد ده فيه هو كويس وخفيف وكل حاجه وبيتحمل، بس عيوبه ان هو بيكون ناعم، ممكن يزحلق من عليك الحله لو انت حاطه حله على النار ولا حاجه مش منتبه لها، ممكن تزحلق من عليه لان الحديد بتاعه بيكون ناعم. وممكن بعد كده مع التنظيف ومع الشغل ممكن يقشر وممكن يصدي، يعني بعد كده تلاقيه بيصدي معاك، فده ما بننصحش بيه قوي. هو بيشتغل عادي، وعلى حسب الفئه السعريه بتاعتك ممكن ان انت تضطر تاخدي حاجه زي كده، هيشتغل معاكي وتمام، لكن احنا بندور على الافضل او بنقول ايه الافضل اللي ممكن تشتريه. النوع الثاني وهو الحديد الزهر، وده بيكون من الانواع الكويسه لانه بيكون الخامه بتاعته بتكون خشنه وبيكون تقيل، يعني السماكه بتاعته بتكون تقيله وبيكون خشن. ده بيفيدك جدا في ان انت لو حاطه الحله ولا حاجه او حاطه القدر ما يتزحلقش من عليه، بيكون ماسك الحله كويس. لكن عيوبه برضه بالنسبه للحديد الزهر، لو هو واقع منك ممكن يتكسر، بس ده طبعا بيكون سوء استخدام مش بيكون عيب في الحامل نفسه، بس من الانواع الكويسه اللي ممكن تختاريها. النوع الثالث وهو بيسموه الحديد الميتاليك. الحديد الميتاليك ده بيجمع بين الزهر وبيجمع بين الحديد، فبيكون جامع بين المميزات بتاعت الاثنين، وده تعتبر من افضل الانواع اللي ممكن تلاقيها في الحوامل، يعني ده افضل نوع في الحوامل ممكن تجيبيه، لانه بيكون خامته كويسه وبيكون مطلي زي ماده كده زي نظام الطلاء اللي هو بتاع التيفال، بحيث ان هو بيكون سهل عليك في النظافه، وبيكون مش تقيل قوي زي الزهر، يعني بيكون وسط كده، بيكون خامته برضه تقيله بس مش تقيل قوي زي الزهر، وده بيكون من افضل الانواع اللي ممكن تشتريها في الحوامل. رقم 5 وهي عيون البوتاجاز. لما تختار العيون اختار العيون البوتاجاز اللي بتكون نظام غرف، ما تختاريش نظام المواتير. هتعرفيها ازاي؟ هتشيل الطربوش بتاع العين او الكوشه بتاعه العين، وهتشوف القاعده بتاعه العين نفسها اللي بيكون فيها الفونيا. لو لقيتيها النظام اللي هي القاعده العاديه ديت والفونيا في وسطها، ده نظام الغرف، وده يعتبر افضل الانواع. ده بيكون سهل معاك في التنظيف، وفي نفس الوقت بيكون استهلاكي في الغاز، يعني ما بيستهلكش عليك غاز كتير، وبيكون الامان بتاعه اكتر. طب لو لقيتي شلت العين لقيت نظام ماسوره بيطلع منها الغاز، ده نظام المواسير. النظام ده بيكون قديم، يعني حتى لو انت لقيتيه في معرض بوتاجاز جديد وكل حاجه وبتشتريه من معرض ان هو جديد، هو هيكون جديد بس بيكون موديل قديم. الموديلات القديمه كلها دلوقتي او الموديلات الجديده كلها دلوقتي نظام الغرف مش نظام المواسير. نظام الماسوره بيكون الامان بتاعه ضعيف جدا، يعني ما بيكونش يعتبر فيه امان، وفي نفس الوقت بيستهلك عليكي غاز كتير وبيكون صعب معاكي في التنظيف، فدايما اختار اللي هي نظام الغرفه. طيب بالنسبه برضو للكوش نفسها اللي بتبقى بتاعت العيون نفسها، الكوشه نفسها برضو لما تيجي تختاريها سواء كان في المحلي او في المستورد، اختار اللي بيكونوا عاملين الشركه بتاعته بتكون ايطالي، او شركه بيكون مكتوب عليها سباف او ايطالي، يعني بتكون حتى الخامه بتاعته بتكون واضحه، يعني ما تجيبيش اللي هو المحلي، الافضل ان انت ما تجيبيش المحلي، تجيب اللي هو الايطالي. في بعض البوتاجازات المحلية
بتبقى جايبه الكوش ديت، بتلاقيها مكتوبه اللي هي مصممه في ايطاليا. مصمم في ايطاليا ده يعني هو بياخد التصميم بس، لكن الصناعه بتاعته بتكون محليه، بتكون مصريه. زي بعض البوتاجازات، زي مثلا زانوسي كول ماكس، بيبقوا عاملين نفس النظام ده اللي هو مصمم في ايطاليا، لكن في بعض البوتاجازات التانية بتكون ميد ان ايطاليا اساسا، يعني حتى خامه الكوشه نفسها بتكون واضحه معاك او بتكون باينه معاك، اللون بتاع السيلفر بتاعه بيكون واضح معاك، ما بيكونش مسود كده، فالخامه بتاعته او الجوده بتاعته بتكون باينه. فلما تيجي تاخد العيون، خد اللي بيكون عليها ميد ان ايطاليا، او بتكون متاكده ان هي صناعه ايطالي مش تصميم ايطالي، لان هتفرق الاثنين من بعض. صناعه ايطالي بتكون ممتازه. ده بالنسبه للعيون. رقم 6، ودي حاجه برضو يعني مش هتبقى اللي هي اساسيه قوي، لكن برضو انا شايفها كويسه، اللي هو الاشعال الذاتي. برضو الاشعال الذاتي مهم جدا لما تيجي تولعي، برضو بتنفع ان انت تولعي بالولاعه من غير الاشعال، وبينفع ان انت تشغلي بالاشعال، بس الاشعال بيكون افضل، ان انت ممكن لو بتولعي بولاعه لا قدر الله يعني النار ما تمسكش في ايديكي او ما تجيش على ايديكي، فبتكون بعيد، فبيكون كويس بالاخص كمان في الفرن تحت، يعني عشان خاطر ان انت ما تولعيش في الفرن تحت بالولاعه، او في زي ما احنا ما كنا بنعمل كده بتولع ورقه وتحطيها في الفرن عشان تولع، لا الاشعال بيوفر عليك كتير، بيكون امان ان انت بتكون ايديك بعيده عن النار. فبالنسبه للاشعال برضو انا شايف ان هو حاجه ضروريه، لكن انت برضو باختيارك. فهي دي المواصفات الضروريه اللي لازم تكون موجوده في البوتاجاز. انت لو اخترت المواصفات ديت سواء كان في المحلي او في المستورد، انت كده خدت اول نقطة مهمة جدا بالنسبة لاختيار البوتاجاز، يعني اول نقطة مهمة واول نقطة صح بالنسبة لاختيار البوتاجاز. يعني انت دلوقتي هتاخد قاعدة معاك ان انت خدت المواصفات، هنبدأ بقى بعد ما خدت المواصفات عايز اختار بوتاجاز كويس او عايز اختار شركة كويسة. اعمل ايه الاول قبل ما اختار الشركة؟ اول حاجة بحدد ميزانيتي، انا الميزانية اللي معايا اللي انا هشتري بيها بوتاجاز قد ايه. يعني انا مثلا بتكلم في فئه سعريه مرتفعه، بتكلم في فئه سعريه متوسطه، بتكلم في فئه سعريه ضعيفه، ديت بنحددها مع المواصفات. يبقى انا معايا كده بندين مهمين جدا، شفت معايا فلوس قد ايه، اول حاجه الفلوس اللي انا هشتري بيها قد ايه، تاني حاجه وهي المواصفات. يبقى انا دول اتنين اساسيين معايا، دولت لازم هيكونوا موجودين معايا. بعد ما شفتهم هبدا اختار الشركه. هنرشح بعض الشركات الكويسه اللي ممكن تشتري منها بوتاجاز كويس، سواء كانت محلي او مستورد، يعني احنا هنقول الكل. هنرشح بعضهم زي جرين جاز، البا، عندك برضو زانوسي، لاجرمانيا، بوش، برضو عندي فريش من الحاجات اللي هي المحلي برضو بتكون كويسه وسعرها مناسب، بيكون عندي بيكو، زانوسي طبعا من الحاجات ديت يعني بانواع الاجهزه، يعني مش انا بتكلم في زانوسي عامه كشركه عامه، يعني انت بقى على حسب زانوسي، على حسب المواصفات اللي انت عايزاها، وعلى حسب السعر اللي معاكي هتبداي تحددي. فدي بعض المواصفات او دي بعض الشركات اللي انت ممكن تختاري منها بوتاجاز كويس، لكن طبعا على حسب الفئه السعريه اللي معاكي. فطبعا اللي انا قلت لك عليهم دولت فيهم فئات سعريه قليله، وفيهم متوسط، وفيهم عالي، يعني فيهم المستورد قوي، زي مثلا جرين ده مستورد حاجته كلها مستورده او كله ايطالي، فهتبص الطبيعي هتلاقي ان حاجته كلها عاليه، او هتلاقي الجهاز بتاعه او البوتاجاز بتاعه سعره عالي. طب لو بصيت لشركه مثلا زي فريش محلي، وفيها مثلا زي العيون بتاعتها ايطالي من شركه سباب اللي احنا قلنا عليه، ودي سعر الفئه السعريه بتاعتها كويسه، يعني تعتبر مش المتوسطه قوي ولا اللي هي برضو الضعيفه قوي، يعني برضو اللي بتكون الرينج المعقول بتاع معظم الناس، وفي اجهزه منه كويسه جدا، يعني في موديلات كتير جدا من فريش كويسه جدا. فطبعا الفئه السعريه بتاعتك هي اللي هتحدد ايه البوتاجاز اللي انت هتشتريه. بقى انت كده عندك 3 خطوات هتشتري بيهم افضل بوتاجاز. زي ما قلنا هنراجعهم في السريع، المواصفات اللي قلنا عليها دي ضروريه جدا في اي شركه بقى من اللي انا قلتهم، اختار المواصفات دي هتلاقيها، هتلاقي فيها المواصفات دي. تاني حاجه هتختار، هتعرفي ميزانيتك او هتحددي ميزانيتك. تالت حاجه شركة من الشركات اللي أنا بقولك عليهم هتشتري منهم، كده تأكدي إن أنت اخترتي أفضل نوع بوتاجاز. إن شاء الله يكون استفدتوا من الشرح، وبنتمنى إنك تعمل لايك للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من الناس وغيرك يستفاد. ولو لسه ما عملتش اشتراك في القناة، تنزل تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. لو عندك أي استفسار اكتب لنا في الكومنتات وهنرد عليه. تحياتي للجميع.